مرجان مول هي أول ماركت بليس أو منصة رقمية لمية في المية مغربية واللي كتجي باش تقدم ك أنت كما كنقولوا انترميديير يعني كواصل ما بين زبناء لي كليون وما بين الباعة ديالنا كتجي باش ضمن ولا تقدم واحد الضمانات للمستهلك ولا الزبون المغربي ملي كيشري بانه يمكن له يشري كما كنقولوا بعينو مغمضين لاننا كنضمنوا بان داك المنتوجات اللي غادي يشريها هي منتوجات 100% اصليه كنضمنوا له انه هذاك لونغاجمون اللي كناخذوا باش نوصلوا له المنتوج في واحد الوقت معين يتحترم وكنضمنوا له كذلك هو ان الى وصلوا المنتوج وبغى يغير الراي ديالو كنضمنوا له بانه يمكن له ياخذ الفلوس ديالو يعني لو رومبورسمون بطريقه اللي تكون سهله وتكون شفافه. مرجان مول هذه 6 شهور باش انطلقت في المغرب. اليوم واحد المرحله مهمه هو ان بدا غتبدا واحد الحمله اشهاريه كبيره وبالخصوص اليوم من ناحيه ديال المنتوجات اللي كنقترحوا في هذه المنصه الرقميه اليوم عندنا تقريبا ربع مليون يعني 250 الف منتوج اللي زبناء ولا المستهلكين ولا المغاربه اللي بحنا يمكن لهم يشريوا باحسن الاثمنه الممكنه وفي ظروف بما يسمى باللغه الفرنسيه ليكسبيريونس كليون يعني لو سيرفيس ليكسبيريونس تجربه ديال الزبون اللي كداهي المسائل اللي كدار في احسن في المنصات الرقميه العالميه.